تركيا عامة وتركيا أردوغان بالتحديد عندها طموح مش عايز أقول استعماري، إنما طموح الهيمنة في الشرق الأوسط حقيقة. مدخلهم التيار السياسي الإسلامي باعتبار إنه ممكن يبيعوا إن إحنا الحلقة بين العالم والتيار السياسي الإسلامي، الحلقة المعتدلة بين البنين، فده في طموح سياسي. مسألة الأكراد والقوميات، الأكراد شيء وكل بقية الأمور دي شيء آخر. هم كانوا مرتاحين جدا مع بشار الأسد قبل النزاع، وكان سياسة وزير الخارجية التركي السابق أحمد داوود أوغلو لا مشاكل مع الجيران. أول لما قامت مشاكل مع الجيران الناس بتاع الأكراد ده يعمل حساسية صور. فهم لا يميلوا لتقسيم الدول.